ليفربول يحقق الانتصار الاول ليه في البريمير ليج بعد تعادل اول ضد تشيلسي. مانشستر يونايتد ما بيتعلمش ولا تنهاج بيتعلم وبيكرر اخطائه وبيخسر من توتنهام 2-0 في مباراه بتثبت ان توتنهام السنه دي هيبقى فريق رخم وفريق بيلعب كوره حلوه تحت قياده انجي. والناحيه الثانيه نيوكاسل ومانشستر سيتي، مانشستر سيتي بياكد انه السنه دي هيكون رعب لكل فرق اوروبا بعد اللي بيعمله بيب جوارديولا. في حلقة النهارده هنتكلم عن ليفربول وبورموث، هنتكلم عن يونايتد وتوتنهام، وهنتكلم عن سيتي ونيوكاسل. فقبل ما نخش في اي حاجه انزل اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد، ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في الهجاصين. اهلا بيك يا وجيه في حلقه جديده من اول التحليل، وحلقه النهارده هنتكلم عن نوعا ما ملخص يوم السبت من البريمير ليج. هنتكلم عن ليفربول، هنتكلم عن مانشستر يونايتد وتوتنهام، وهنتكلم عن مانشستر سيتي ونيوكاسل. فتعالوا على طول كده نخش في الحلقه ونبدا من ليفربول وبورموث. ليفربول النهارده عمل مباراه نوعا ما كويسه وخاصه الشوط الثاني. ليفربول كان بدأ المباراه لبس جون فجاه في اول دقيقتين، لبس جون مفاجاه ولكن قدر بعدها يرجع في المباراه من تاني. لكن ليفربول عندي كذا تفصيله لازم اكلمكم فيها قبل ما نخش على الماتشات الثانيه عشان وقت الحلقه ما يوسعش مننا. ليفربول بدا بال 4-3-3، ماكاليستر نمره 6 قدام سوبسلاي وجاكبو، قدامهم بيلعب بجوتا ولويس دياز وصلاح، رباعي في الخلف فان دايك كوناتي ارنولد وروبرتسون واليسون. الفكره هنا التركتين عملهم يورجن كلوب. التركه الاولى في الشوط الاول ما نجحتش بنسبه كبيره بسبب الشغل المضاد من بورموث، والفكره الثانيه اتغيرت تماما الشوط الثاني. الفكره الاولى وهي فكره ان ارنولد يخش جنب ماكاليستر في نص الملعب، الفكره دي اتضربت في مقتل. ليه؟ بورموث عرف ارنولد بيلعب ازاي او ارنولد بينزل في الدور ده عشان يعمل ايه، فقرر انه يضغط عليه باتنين لعيبه. اللاعب الاول وهو الوينج، الوينج اللي موجود ناحيه اليمين او ناحيه الشمال وعلى اليمين بتاعه ارنولد عشان يضغط على ارنولد، يبقى معاه وينج يعني. فارنولد لما بيخش لقلب الملعب الوينج بيكمل معاه لقلب الملعب، بيخش معاه لقلب الملعب كمان مع قلب الملعب بيضغط عليه لاعب من نص الملعب. فبالتالي بقى في اتنين لعيبه على ارنولد بيضغطوا عليه لما بيستلم الكوره. ده بان في الجون الاول لبورموث ان ارنولد الكوره جات له مش في وضعيه ممتازه، مش استلم غلط، فبالتالي ضغط عليه من اتنين لعيبه مره واحده ومفاجاه، ففقد الكوره في مكان صعب جدا وادت ان ليفربول يلبس هدف في الشوط الاول. طيب ليفربول صلح الشكل ده ازاي في ظل ان حتى ماكاليستر كان بيضغط عليه برده من الوينج من وينج اليمين بتاع بورموث، كان بيخش لقلب الملعب ويضغط برده على ماكاليستر. فليفربول بقى عنده صعوبه شويه في الطلوع بالكوره من نص ملعبه. كان الفكره دي بتتحل عند سوبوسلاي. يعني من وجهه نظري سوبر سوبوسلاي، سوبوسلاي لاعب فتاك. انا عارف انا بقول لك ايه، لاعب فتاك، لاعب عايز تطلع بيه تعتمد عليه في الطلوع بالكوره هيسد معاك، عايز تعتمد عليه في ان هو ينزل لقلب الملعب علشان يبتدي في التدرج ويبتدي في الحفاظ على الكوره ويجرب الكوره في وقت كبير عشان يستحوذ ليفربول على الكوره ويخلي اللعيبه يشد الفريق اللي قدام، هيعملها. لاعب حريف ولاعب شوارع ويخش في منطقه الجزاء ويلبس المدافعين ضربات جزاء برضه هيعملها. سوبوسلاي من اللاعبين المهمين جدا 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 ليفربول، وانا اتوقع لما كمان اندو يخش نوعا ما مع الفريق ويلعب نمره 6 ويبقوا الاثنين نمره 8، سوبوسلاي وماكاليستر هيبقى الشكل افضل ليفربول في نص الملعب عشان عنده ثلاث لعيبه بيطلعوا بالكره كويس جدا، او على الاقل اثنين ماكاليستر وسوبوسلاي. عند حاجه كمان جاكبو، كودي جاكبو بتلعبه نمره 8 تقدم نوعا ما، فبالتالي لعب كودي جاكبو وماكاليستر نمرة 6 انت كده خسرت مركزين. المركز الاول هو مركز كودي جاكبو اللي هو كمهاجم اللي كان بيلعبه السنه اللي فاتت في اخر الموسم لما كان مهاجم كان بيحاول يلعب دور روبرت فيرمينو شويه نوعا ما وينزل لقلب الملعب او يفتح مساحات سواء لويس دياز او لمحمد صلاح، وكان ناجح جدا في الحته دي. فبالتالي لما لعبته نمرة 8 فخسرت جاكبو اللاعب المهاجم، ولما لعبت ماكاليستر نمرة 6 وجاكبو 8 فبالتالي خسرت اللاعب نمرة 8 عشان جاكبو مش عارف يأدي فيه، وخسرت اللاعب نمرة 6 عشان برضو ماكاليستر مش عارف يأدي فيه. عشان تصلح مركز ضيعت مركزين، فبالتالي ماكاليستر مش عارف يأدي في الستة وجاكبو مش عارف يأدي في الثمانية، فبالتالي نص الملعب معاك مضروب، مفيش غير سوبوسلاي هو اللي قادر يعمل لك شغل في نص الملعب. طيب خلاص ليفربول صلح الشكل ده ازاي
الشوط الثاني عمل حركه كويسه جدا، هو قال لك ليفربول انا هعدل الملعب، مش هدخل ارنولد قلب الملعب لا خالص، هخليه على خط هو روبرتسون يفتحوا له خط ويتقدموا لقدام، واخلي ماكاليستر يسقط ما بين فان دايك وما بين كوناتي ويفتح اللاعب ثلاثي، وتري ماكاليستر يطلعك بالكوره لانه قادر على اللعب بهذا الشكل، ان هو ينزل ما بين الاثنين مدافعين ويطلع ليفربول بالكوره، وده شكل ليفربول بقى افضل، لان انت اكيد في وقت من الاوقات من المباراه او في وقت من الاوقات الموسم هتبقى محتاج ان ارنولد تلعبه وينج او تلعبه باك صريح علشان يساعدك في المنطقه الهجوميه مش في نص الملعب. فليفربول ادى ده، او التغييرات اللي حصلت في الشوط الثاني على مستوى التكتيكي ادى ليفربول يبقى افضل الشوط الثاني، ويعرف يسجل جون واثنين وثلاثه ويجيب على طول الثلاث نقط من بورموث. عندي فكره وعندي حته محمد صلاح وتضييعه لضربه الجزاء، محمد صلاح على الايام اللي جايه ممكن تلاقي صلاح بتسحب منه ضربه الجزاء وتروح لماكاليستر او تروح لسوبسلاي. ماكاليستر اللي اضطر طرد من وجهه نظري مش طرد تماما ومش مستحق، والكره اصلا كانت عاليه والاثنين طلعوا رجليهم، فماكاليستر اضطر طرد هيغيبه عن مباراه نيوكاسل وهنغيبه عن مباراه استون فيلا وعن مباراه ولفرهامبتون كمان بنسبه كبيره، الا اذا ليفربول قدم احتجاج واتقلصت العقوبه. ولكن ليفربول هيعاني نوعا ما في غياب ماكاليستر الى الايام اللي جايه. ليفربول فاز، ليفربول لعب مباراه كويسه النهارده نوعا ما، الاختبار الحقيقي الثاني ليورجن كلوب هيبقى ضد نيوكاسل وضد استون فيلا الايام اللي جايه، ولكن مبروك لكل جمهور ليفربول، فوز مهم جدا في الوقت الحالي. يونايتد وتوتنهام، يونايتد وتوتنهام، توتنهام فريق مميز جدا تحت قياده انجي باستوغوغلو. توتنهام ما كنتش متوقع منهم كده في بدايه الموسم، انا واحد من الناس توقعت اصلا في حاله توقعات ان توتنهام هيطلع مركز ثامن، لكن توتنهام فعلا بيلعب كوره كويسه تحت قياده باستوغوغلو، المدرب مش عارف اسمه ده انجي، خلينا نقول عليه انجي. انجي عارف يلعب بفريده كوره، عارف يستغل الموارد اللي في ايديه، عارف يستغل سار، عارف يستغل سون، عارف يستغل ماديسون اللي بيقدم مباراتين لحد دلوقتي ممتازين جدا لتشارلسون، هتلاقيه بيشتغل مع الايام اللي جايه، وحتى المنظومه الدفاعيه لتوتنهام مميزه جدا. فبالتالي انت توتنهام مش عكس ما كل الناس كانت متوقعه، ان فريق جاي مدرب جديد، هاري كين مشي، الدنيا بايظه، الدنيا مش زي ما هي، بنحاول نظبط الفريق من جديد، الدنيا تبقى واقعه، تم بواقع، لا بالعكس توتنهام قدم مباراه كويسه جدا ضد برينتفورد، ولكن تعادل، خرج بتعادل، وقدم مباراه مميزه جدا ضد مانشستر يونايتد قدر يكسبه 2-0 وبيطلع بالفوز وبالثلاثه بونت من ارض ميدانه، والحارس الجديد اللي جابه حارس مميز جدا، شال كذا كوره ما كانش كويس ضد برينتفورد ولكن بقى كويس ضد مانشستر، ومع الماتشات ومع المباريات في البريمير ليج اكيد هياخد خبره البريمير ليج، وتلاقي اللاعب ده بيقدم مستويات كويسه. طيب تنهاج ومانشستر يونايتد، تنهاج ومانشستر يونايتد جايين يهزروا صرف، انت تقريبا بتعيد الموسم الاول تاني، بس العكس اللي انت في الموسم الاول ليك خسرت اول ماتشين، النهارده تخسر ماتش وبتكسب ماتش، ولفرهامبتون بعد ربنا يكسبك الماتش اللي فات، قدم عليك مباراه كبيره، وصل لمرمات كتير وهدي كتير، وان انا شال كذا كوره والدفاع شال كذا كوره، وانت في كوره طايشه بجون استروبيا خرجت من المباراه بالفوز، ولكن النهارده ده فريق منظم اكتر، فريق عنده لاعبين او عناصر تصنع الفارق اكتر، خرجت من المباراه خسران، لان انت مش عارف تلعب بنفس الشكل، مش عارف تواكب اللعيبه، جرناتشو مش قادر يتاقلم، مش بيقدم المستوى المطلوب، انتوني ناسي الكوره تماما، راشفورد مش عارف يشتغل في ناحيه المهاجم، وحتى اللاعبين اللي في نص الملعب ميس ماونت مش قادر يعمل دوره، مش موجود، مختفي، ولا قادر يقدم دوره دفاعيا ولا يقدم دوره هجوميا، فبالتالي متاثر معاه برونو فرنانديز عشان بيرجع لورا كتير عشان يساعد كاسيميرو اللي سيء جدا في بدايه الموسم وكارثي في بدايه الموسم، فبالتالي بيرجع كتير نص ملعبه عشان يساعد كاسيميرو ويساعد ميس ماونت في الدفاع، فبالتالي اثر عليه شغل الهجومي، فبالتالي الهجوم كله اتضرب، انتونو سيء، جرناتشو سيء، راشفورد مش قادر يتاقلم في الناحيه الهجوميه، راشفورد قوته ان هو يبقى وينج ويخش القلب الملعب، سواء يرقص ويشوط او يخش القلب الملعب وتلعب له كره عكسيه، فبالتالي مانشستر يونايتد فاقد كذا مركز فرد الملعب، فاقد الوينج اليمين وفاقد الوينج الشمال وفاقد المهاجم وفاقد اللاعب رقم 8 وفاقد الثمانيه وفاقد كل حاجه. بس ما انت حتى مش قادر يعمل دور اريكسن بتاع السنه اللي فاتت، اشترت تروماي، من وجهة نظري ان تنهاج اشترى تروماي مرتين، مره في انتوني ومره دلوقتي في ميسون ماونت. راشفورد ممكن لما يرجع وينج شمال ويلعب بقى بهويلاند كمهاجم تلاقي الفريق يتحسن نوعا ما، وتدي حريه اكتر لبرونو فرنانديز كان يلعب باللعب بتاعه ويتقدم للامام اكتر ويحاول يصنع فرص اكتر، او ترجع تاني اريكسن في نص الملعب وتقعد ميسون ماونت شويه. لازم تنهاج يلاقي حاجه يغيرها، لان هو كده ما اتعلمش من غلطه، المنظومه الدفاعيه بتاعته بايظه جدا، وده كان باين من مباراه
وولفرهامبتون وما تصلحش ضد توتنهام، بالتالي خسرت، دخل في الجونين، خلص الماتش. فبالتالي تنهاج لازم الايام اللي جايه يصلح من اخطائه، يجدد من فريقه، يحاول يلاقي منظومه جديده سواء دفاعيه او هجوميه استراتيجيه جديده عشان تعرف تكسب او ترجع تاني في المباريات اللي جايه. لان كده بالمنظر اللي انا شايفه ده مع تنهاج ومانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد مش هيقدم موسم يسر ابدا 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 عكس توتنهام. انا متوقع له بعد المباراتين الاولى ان هيعمل موسم نوعا ما مميز. وفي الاخر نتكلم عن مانشستر سيتي ونيوكاسل في السهره. مباراه السهره النهارده كانت مباراه مميزه، مش على مستوى النتيجه، مش على مستوى المتعه، ولكن على مستوى التكتيك من ناحيه بيب جوارديولا. لازم نتكلم بس في الاول عن نيوكاسل قبل ما اكلمك على بيب جوارديولا ومانشستر سيتي. نيوكاسل من اللعيبه او من الفريق اللي انت متوسم له خير جدا السنه دي، ولكن في بعض العناصر في ارض الميدان مش كويسين فرديا، مش هيعرفوا يفيدوك فرديا، ابرزهم جوردن اللاعب اللي كان بيلعب وينج شمال النهارده. في كذا لقطه كان عادي جدا يطرد، عادي جدا يطرد. بعيدا عن عادي جدا يطرد، هو كلاعب فرديا مش مميز، لاعب فرديا مش هيفيدك في ارض الملعب، فبالتالي لازم تدي بارنز اكتر في ارض الملعب كلاعب اساسي. طيب النهارده بتلاعب مانشستر سيتي، منظومه تبعيه صلبه جدا جدا جدا، وهنجيلها كمان شويه. مش عارف تختارك الفريده، نص ملعبك متاخد منك، الوينجات مقفول عليها، بيضغط عليها باثنين لاعبين سواء ناحيه الشمال اكانجي وجريليش، ناحيه اليمين بيلعب بفودن وكمان او الفيرس ووكر، فبالتالي مش عارف تختارك الفريده، مش عارف تختارك ومش لاقي حلول. ايدي هاو النهارده عجز تماما قدام مانشستر سيتي، سيري تقريبا ما شطش عليه شوطه، مفيش كوره اللي هو صعبه جدا او كوره اللي هو يا لهوي الكوره دي كان ممكن تخش جون في سيتي، شفتها في مباراه النهارده. صلب جدا المنظومه الدفاعيه مانشستر سيتي، روبن دياز، جفارديول، اكانجي، ووكر، رودري، كوفاجيتش، كل دول لاعبين في منظومه دفاعيه مميزه لمانشستر سيتي. نيوكاسل الناحيه الثانيه الشوط الاول كان مديه بشكل مش كويس خالص في مساحات كبيره، الشوط الثاني برضه في مساحات كبيره، ولكن نيوكاسل كان نوعا ما بيحاول يجر سيتي في اللعب البدني او معركه بدنيه، ولكن سيتي ما اتسقش في الطريقه دي، اتسق نوعا ما في وقت من اوقات المباراه في ان سيتي بيلعب بقى يلعب على الواقف، ولكن نيوكاسل ما قدرش يقدم المباراه اللي كان متوقعه. على الناحيه الثانيه سيتي، لا سيتي بقى فتاك، سيتي فتاك، وبيب جوارديولا ماتش عن ماتش بيتعلم من اخطائه، ماتش عن ماتش بيشوف ايه اللي ناقصه وبيتعلم منه. هل لك ان تتخيل ان مانشستر سيتي لعب مباراتين تقال في ظرف يومين بس ومغيرش ولا تغيير في مباراه النهارده؟ ده يقول لك ان سيتي النهارده بدنيا قادر يقف على رجله. الناحيه الثانيه نيوكاسل غير 5 تغييرات وجاب اخر المباراه وقع بدنيا، سيتي ما غيرش ولا تغييره ولعبته واقف على رجليه، وممكن تلعب لك 90 دقيقه كمان عادي. سيتي بقى فريق مرعب سواء اوروبيا او محليا، فريق مرعب. النهارده بيب جوارديولا لا كوفازيتش مش عارف يلعب دور الجندوجان، مش عارف ينزل نص الملعب وبعد كده ينطلق ويبقى قدمون من الخلف ويبقى مهاجم تاني مع هالاند، فقرر يغير كل ده، قرر ان يخلي فودن هو اللي يلعب دور دي بروين، يخش قلب الملعب يحاول يلعب دور صناعه اللعب، يخلي الفاريس يميل نوعا ما ناحيه اليمين ويبقى عنده حريه حركه سواء بتشوف ناحيه اليمين او ناحيه الشمال او حتى في قلب الملعب، وينزل لتحت نوعا ما شويه وبعد كده ينطلق يعمل الرانر لقلب الملعب علشان او لقلب منطقه الجزاء عشان يبقى مهاجم تاني جنب هالاند، وفودن يخش قلب الملعب يبقى هو اللاعب نمره نوعا ما 10 واللي هو يبقى صانع العاب مكان دي بروين. وده النهارده شفناه كتير قوي، الفاريس وفودن بيستلموا الكوره في فدان ارض، في فدان ارض في المنطقه 14 او البوكت ما بين او خطوط يعني ما بين الخطوط ما بين نص الملعب ما بين المدافعين، بيستلم فيها الفاريس بيستلم فيها فودن زي السلام عليكم. وده خلى بمناسبه الفاريس يسجل النهارده، فودن استلم راح على الطرف، الفاريس نزل في المساحه كره اتلعبت له استلم بيمينه في البعيد جول. سيتي منظومته هجوميا بقت مميزه جدا حتى في غياب اللاعبين، حتى في خروج جاندوجان، في غياب دي بروين، في غياب برناردو سيلفا، برده لسه تقيل. منظومه دفاعيه تقيله جدا 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 جدا. سيتي فريق مرعب، سيتي النهارده قدم مباراه كبيره جدا جدا جدا، نيوكاسل يستحق الفوز، يستحق 3 نقط بتوع المباراه، نيوكاسل فريق مميز جدا هيجي مع الوقت
ممكن تلاقيه في التوب فور في الاخر ممكن لا، ولكن نيوكاسل محتاج نوعا ما صفقات دلوقتي لو قدر يخلص فيها قبل نهايه الميركاتو عشان تساعده في الثلث الامامي او حتى يصبر ليناير ويعوض كل ده. فلو في الاخر قرر شخص واحد هو ريانا في مباراه ليفربول وبورموث، مباراه يونايتد وتوتنهام، مباراه سيتي ونيوكاسل، قول لي رايك انت في المباريات دي في الكومنتس وقول لي توقعاتك للجولات اللي جايه. فلو في الاخر ده رايي انا ورايك انت، متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان تجيلك اول ما تنزل على طول، وتابعنا على الشانل بتاعتي في فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقوها في الديسكريبشن تحت، وما شفتوش الحلقات اللي فاتت لو ظهرت لكم دلوقتي على الشاشه روحوا اشوفوها على طول. وكالعاده كان معكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.